أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مراجعات مادة الفيزياء النهائية، مراجعات ما قبل الامتحان. أهلا ومرحبا بكم مرة تانية. اللقاء اللي فات كنا بنتكلم عن مسائل الفيزياء الحديثة، ودلوقتي هنكملها. وأنا وعدتكم إن النهاردة نتكلم عن مسائل الليزر والأشعة السينية والطيف الخطي. بالتالي يا اولاد، ما اجي اقول لك مثلا في اي ليزر او اي جهاز وانت فهمت منه ان في انتقال الكترونات من مستوى اعلى لمستوى ادنى، على طول تعرف ان دي طيف خطي. يعني هديك مثال. وطبعا الاول كده، ايه هو قانون الطيف الخطي؟ لامدا بتساوي اتش سي على دلتا اي. يبقى اي مسألة في الدنيا نفهم منها انها طيف خطي، يعني انتقال الكترونات من مستوى اعلى الى مستوى ادنى، لابد ان احنا نطلع لمضة عن طريق العلاقة اتش سي على دلتا اي. فبالتالي اما اجي اقول لك على سبيل المثال، هديك مسألة اهو، خد بالك منها بقى ومن النص بتاعها كويس جدا. احسب اطول واقصر طول موجي لخطوط طيف ذرة الهيدروجين في متسلسلة ليمان. ايه يا ولاد المواضع اللي في المنهج خدنا فيها طيف خطي؟ خدنا الطيف الخطي في الخمس مجموعات ليمان وبالمر وباشن وبراكت وفولد. خدنا الطيف الخطي في الأشعة السينية لما تنقل الإلكترون من المستوى الخارجي إلى مستوى الطاقة الأول. خدنا الطيف الخطي في الليزر لما تنقل الإلكترون من مستوى أعلى لمستوى أدنى، وطلع الطيف بتاعنا اللي في صورة ضوء مرئي وجزء منه كان في صورة طاقة حرارية. وده معناه ايه؟ ده معناه ان الطيف الخطي نفهمه امتى؟ اذا انتقل الكترون من مستوى اعلى الى مستوى ادنى. لما يقول لي بقى احسب اطول واقصر طول موجي في متسلسله ليمان، ارد اقول له ايه بقى؟ اقول له والله طب متسلسله ليمان دي اللي هي ايه؟ ده ديت اللي بيعود فيها الالكترون لانهي مستوى؟ للمستوى الارضي، تمام؟ يبقى معنى كده انا شغال مع المستوى اللي عدده او الان بتاعته بكام؟ بواحد. حلو الكلام. اما اجي اقول لك بقى احسب لي اطول طول موجي، تقول لي اطول طول موجي يعني اقل طاقه. يعني لازم أن تبقى انت فاهم كويس جدا ان العلاقه ما بين الطول الموجي والطاقه علاقه ايه؟ عكسيه. يعني اما اقول لك اقصر طول موجي تقول لي يعني اعلى طاقه، اقول لك اطول طول موجي تقول لي يعني اقل طاقه. وده معناه فورا انك انت هتبدا تعمل ايه؟ تقول لي لامدا تساوي اتش سي على دلتا اي. هتاخد انهي ايه؟ تقول لي اه ما انا بقول اطول طول موج يا مستر. يعني ايه؟ يعني اقل طاقه. واقل طاقه يعني ايه؟ يعني من المستوى الثاني للمستوى الاول. يعني هقول ايه 2 ناقص ايه يا ولاد؟ ايه 1، صح. لما اقول ايه 2 ناقص ايه 1، وانا عايز ايه 1 وايه 2، احسبها ازاي؟ والله اوعى تنسى بقى القانون ده، ان اي ان تساوي سالب 13.6 على ان تربيع في 1.6 في 10 اس سالب 19، عشان تخلي الكلام بتاعك بالايه؟ بالجول. يبقى كده تقدر تحسب اي مستوى عندك طاقته كام. اي 1 تعرف تحسبها، اي 2 تحسبها، اي مستوى في الدنيا تقدر تحسبه. طب لو عايز اقصر طول موجي بقى، تقول لي يعني اقصر طول موجي يعني اعلى طاقه. واعلى طاقه يعني ايه؟ يعني اي ما لا نهايه الى اي 1. واوعى تنسى ان اي ما لا نهايه بتساوي كام؟ بتساوي صفر. خلي بالك من الكلام ده. طب بص السؤال اللي جه ده، اكتب معايا المساله دي. اذا كان فرق الطاقه بين مستوى الطاقه الثابت 5S الى 4B هو 5.8 في 10 اس سالب 20، وايضا بين 5S و 3B هو 3.1 في 10 اس سالب 19، فاي منهما يخرج شعاع ليزر يقع في منطقة الضوء المنظور، علما بان مدى الضوء المنظور من 3800 الى 7800 انجستروم. ايه يا ولاد الكلام ده معناه ايه؟ انا عمال اتكلم على ليزر،
هل يجي الطالب يقول انا ما عنديش مسائل ليزر؟ اذا قعد يفكر في قانون في الليزر مش هيلاقي، ولكن اذا صنف المسألة انها تتبع الطيف الخطي يبقى هو على الخط المستقيم، ويقول لي ليه يا مستر طيف خطي؟ يعني ايه القانون اللي هستخدمه؟ يقول لي لامدا بتساوي اتش سي على دلتا اي. الراجل اداك الدلتا اي من المستوى 5 اس ل 4 بي، واداك الدلتا بي من المستوى 5 اس الى 3 بي، وده معناه انك انت هتطلع طولين موجيين. هو بيسألك بقى مين فيهم بيقع في الضوء المنظور، هتقول له ايه؟ بعد ما تطلع الطول الموجي بتاعك وتحوله انجستروم تبدأ كده مشكورا تقارنه، تشوف الطول الموجي اللي عندك ده لو وقع بين 3800 و7800 اقول له اه يبقى ده في الضوء المنظور، اذا هذا الطيف هو اللي انت بتسأل عليه. طب لو كان براها اقول له ده لا يقع في منطقة الطيف الايه المنظور. طب عندنا مسائل كمان بقى متعلقة بمين؟ بالأشعة السينية. أشعة سينية لمدة تساوي اتش سي على اي في، ده لحساب اقصر طول موجي في الأشعة السينية. لمدة تساوي اتش سي على اي في. لو قال لك هات طاقة الالكترون تقول لي اي في اي، شحنة الالكترون اوعى تنسى في فرق الجهد، يبقى طاقة الالكترون بتساوي شحنة الالكترون في فرق الجهد. لو قال لك هات الطاقة الكهربية اقول له الطاقة الكهربية بتساوي في اي تي، فرق جهد شدة التيار زمن. ساعات يديك الكفاءة في المسألة ب2% ايا كان الوضع، اقول له والله انا هجيب الطاقة بتاعة الاشعة السينية عن طريق ضرب الكفاءة في الطاقة الكهربية. اذا يا ولاد لابد وان نحذر من ان هناك اسمين للطاقة في مسائل انبوبة كوليدج، الطاقة الكهربية وتحسب من حاصل ضرب شحنة الالكترون في فرق الجهد، وهي دي يا ولاد اللي انا بجيب بيها اقصر طول موجي للاشعة السينية، او الطاقة الكهربية اللي هي في اي تي ودي بحسب منها طاقة اشعة اكس وبالتالي الطاقة الحرارية. وناخد بالنا قوي لان النوع ده من المسائل مهم جدا جدا. طيب هنكتب مسألة مع بعض، خلي بالكو. وجيت قلت لك مثلا في انبوبة كوليدج، في انبوبة ايه كوليدج، واول ما اقول انبوبة كوليدج اي طالب في الدنيا بيفهم ايه على طول، بيفهم ان انا بتكلم على مسألة من انهي نوع، هداخل اتكلم معاه في ايه على طول، في الاشعة الايه السينية، يبقى لازم ياخد باله. اجي اقول له ايه بقى؟ انطلق الكترون، يبقى جاي من الفتيلة، طاقته 30 كيلو الكترون فولت، يبقى الراجل مديك طاقة الالكترون جاهزة ولا لا؟ بس خلي بالك لما تلاقي مكتوب في المسألة 30 مثلا، يعني 50 20 10 ايا كان، كي يعني كيلو، اي في يعني الكترون فولت، يعني اعمل فيها ايه يا مستر؟ اضرب ال 30 في 1000 الاول وبعدين اروح ضاربها فين؟ اضربها في 1.6 من 10 في 10 اس سالب كام؟ 19. ليه يا سيدي؟ قال لك عشان تخليها بالجول. كده يبقى انت معاك طاقة الالكترون، تستخدم طاقة الالكترون في ايه بقى؟ تقول لي والله لو سألني على طاقة الحركة اجيبها له، وطالما اليك طاقة الكترون وطالما الالكترون ده راح يخبط في هدف يبقى هيطلع اشعة سينية. يبقى انا ليه حق اسألك ايه؟ اقول لك هات لي الطول الموجي للفوتونات المنبعثة او لفوتونات الاشعة السينية. اذا ما هي الاجابة؟ اكتب السؤال ورايا. انطلق الكترون طاقته 30 كيلو الكترون فولت نحو الهدف في انبوبة اشعة اكس، وفقد كل طاقته عند اصطدامه بهدف من معدن ثقيل، فكم يكون الطول الموجي للفوتون المنبعث علما بان ثابت بلانك يساوي كذا؟ طاقة الالكترون معايا 30 كيلو الكترون فولت، هقول ان لامدا بتساوي اتش سي على اي في، وهقدر اطلع الطول الموجي اللي انا عايزه. طب مسألة كمان يا أولاد على نفس الموضوع، بس الشاطر برضو يركز. إذا كان فرق الجهد بين الفتيلة والهدف
في أنبوبة كوليدج لتوليد الأشعة السينية 20 كيلو إلكترون فولت. يعني إيه؟ يعني هضرب 20 في 1000 وبعدين أضربها في 1.6 × 10^19، يبقى معاك فرق الجهد، تمام؟ ومعاك كده الطاقة كاملة، ولو معاك فرق الجهد ما انت هتضربه في الشحنة بقى معاك الطاقة. اذا ما عندناش اي مشكلة ولاد في طاقة الالكترونات. الراجل طالب منك هات طاقة الالكترونات، اقول له ما انت مديها لي. هات اقصر طول موجي للاشعة السينية، اقول له لندا بتساوي ايه؟ اتش سي على ايه؟ على اي في. اخد بالي. طب كمان سؤال على نفس الموضوع وخلي بالك منه عشان ده هيبقى جديد عليك شوية. هاجي اقول لك ايه؟ برضو انبوبة كوليدج خد بالك مش هنخرج منها لحد ما ايه نأكد على المعلومة اللي احنا عايزينها. وركز معايا قوي في نص السؤال اللي جاي. تعمل انبوبة كوليدج عند فرق جهد 20 أو 25 كيلو فولت، وتيار كهربي 20 ملي أمبير، وكفاءة الأنبوبة 2%. خلي بالك عايز أقل طول موجي، أقول له نجيب طاقة الإلكترون الأول إزاي؟ إي في في. أقل طول موجي يعني إيه؟ لامدا تساوي اتش سي على إي في، طاقة الإلكترون أنت جبتها في المقام والاتش سي ثوابت أنت عارفها. عايز بقى دلوقتي الطاقة الكهربية المستنفذة في الأنبوبة. الطاقة الكهربية في أي تي. لو ضربت الطاقة الكهربية ديت في كفاءة الأنبوبة 2% جبت طاقة الأشعة السينية. طب وبقية الطاقة الكهربية تقول لي تتحول إلى طاقة حرارية، لو طلبها تقدر تجيب الطاقة بتاعة الأشعة السينية وتشيلها من الطاقة الكهربية تبقى هي الطاقة الإيه؟ الحرارية. أعزائي الطلبة وطالبات الثانوية العامة، بشكركم. كان معكم أستاذ محمود حجاج، موجه الفيزياء بإدارة الزيتون التعليمية، ومن الهندسة الإذاعية عبد الباسط حسبه، ومع تحيات غادة.